في سجن معان، ومع انطلاق ثورة الكراك عام 1910، ولد حابس بن رفيفان المجالي. كانت والدته بندر وخالته مشخص ممن قبض عليهن العثمانيون مع نساء كراكيات لمشاركتهن في الثورة إلى جانب أزواجهن وأهاليهن، يصبحن من أوائل المعتقلات لموقفهن السياسي في تاريخ شرقي الأردن الحديث وربما القديم. كانت بندر حاملاً حين اعتقلت، وقد اتفقت قبل سجنها مع زوجها الشيخ رفيفان المجالي بتسمية ولدهما إن كان ذكراً جميل، إلا أنه بعد ولادة حابس أحضره مأمور السجن العثماني إليه وطلب تسميته حابس كونه ولد خلف القضبان. تكشف جريدة المقتبس الدمشقية عام 1910 أن بندر زوجة رفيفان المجالي أنجبت طفلاً ذكر أسمته حابس، وفي نهاية كانون الثاني 1911 أوردت صحف عربية أنه وصلت للولاية برقية من متصرف لواء الكرك تفيد بسجن 50 امرأة من عشائر الكرك وعشيرة المجالي، كنا قد هربنا من باتجاه الشوبك، وفي جملتهن بندر زوجة رفيفان المجالي وشقيقتها مشخص زوجة قدر المجالي، وأودعنا سجن معا. تلقى حابس المجالي تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدرسة الكرك، وبقي فيها حتى الصف الثامن عام 1927، وهي أعلى مرحلة دراسية فيها آنذاك. كان عدد طلبات المدرسة 11، حابس بينهم، ويحتل المرتبة الأولى في دراسته وعريف صفه، وقد زامله فيها ميخائيل هلسه وسعد الدين ممدوح المجالي ومحمد موسى المعيطة وخليل صبح ويوسف مسعد وآخرون. انتقل إلى مدرسة السلط وقضى فيها عامين، فأنهى الثانوية عام 1929، وهناك زامل أيضا فرحان شبيلات وميخائيل هلسه وخليل الساكت وحافظ العزب وعادل النابلسي وسعد الدين ممدوح المجالي. التحق حابس المجالي بصفوف الجيش العربي برتبة مرشح في عام 1932، كما كان رقمه العسكري 47، وبذلك يكون حابس المجالي أول ضابط عربي يدخل بصفوف الجيش برتبة مرشح. آنذاك كان الجيش تحت سيطرة الانتداب البريطاني، كما أتيح لحابس المجالي ملاحظة مراحل تطور الجيش العربي الذي كان يتألف آنذاك من 4 ألويح وثلاث كتائب مدرعة، إلى أن أضحى 11 لواء وعدد من الكتائب المتطورة. يصفه من عرفه بأنه بسيط في حياته وعلاقاته، حميم في مجالسة الأصدقاء، كما أنه متذوق للشعر البدوي وناظم له، كما أنه شغوف بالتاريخ وقصصه. أمه بندر ابنة الشيخ فارس المجالي، وخالته مشخص زوجة الشيخ قدر المجالي قائد ثورة الكرك، وهي التي تغنى بشجاعتها ثوار الكرك مرددين عند مهاجمتهم للحامية التركية في قلعة الكرك: يا سامي باشا ما نطيع ولا نعد رجالنا، لعيون مشخص والبنات ذبح العساكر كارنا. يتحدر حابس من قبيلة المجالي ذات المكانة الرفيعة في شرقية الأردن، حتى أن الرحالة الغربيين ممن زاروا الكرك كتبوا عنها وتحدثوا عنها وعن زعاماتها ومكانتهم في اللواء.
برز من هذه القبيلة زعامات كانت جزءاً من وقائع شرقية الأردن السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ففي عام 1910 تولى الشيخ قدر المجالي قيادة ثورة أو هيئة الكرك كما يطلق أو يطلق عليها الكركيون، كما مثل توفيق المجالي لواء الكرك في مجلس المبعوثان العثماني في إسطنبول بين عامي 1908 و1918. وبعد رحيل قدر عام 1917 آلت زعامة القبيلة إلى الشيخ رفيفان المجالي والد حابس المجالي، وكان شخصية مرموقة تولى عدة مناصب منها عضو مجلس إدارة اللواء ورئيساً لبلدية الكرك ومديراً لناحية العراق ورئيساً لحكومة الكرك الوطنية أو المؤابية بين عامي 1920 و1921. في العام 1908 كان أعضاء حزب الاتحاد والترقي القومي الذي تجاذبته نزعة قومية عنصرية رافضة للقوميات الأخرى في نطاق السلطنة قد احتلوا المناصب الحكومية، ما دفع إلى تداعيها بخاصة مع تصاعد وتيرة انفصال الكثير من البلدان عنها. فرض العثمانيون مزيدا من الضرائب على ولاية سوريا وسنوا التجنيد الإجباري لتغذية حروبهم بالشباب العربي، وخفضوا أعطيات المشايخ والزعامات لتقويض سلطتهم، ونفذوا أعمال تسجيل النفوس والأراضي وعبثوا بأرقامها، ما دفع دروز جبل العرب للثورة عام 1910 ردا على هذه الأفعال، فقمعهم والي دمشق سامي الفاروقي بالقوة. تعرضت الكرك للمأساة التي تعرض لها جبل العرب، فقد وصل موظفون عثمانيون لإحصاء النفوس إلى المدينة في تشرين الأول 1910، ترافقهم قوة عسكرية وبدأوا حملة تجنيد للشباب بأوامر من الفاروقي. بالإضافة لذلك كان الكركيون يرفضون إرسال أبنائهم إلى الموت في حروب لا طائل منها. خلال إحصاء النفوس والأملاك اصطدم قدر المجالي بضابط عثماني حاول زيادة أعداد النفوس في السجلات، فغضب العثمانيون والتقى قدر سرا مشايخ وزعماء من الكرك وأخبرهم بنيته إشعال ثورة ضد العثمانيين، وكان قد نال تأييد غالبية أبناء المجالي في هذا الشأن. أقدمت مجموعة شبان كركيين في بلدة العراق قرب الطفيلة على قتل خيالة عثمانيين ما أدى لإشعال الثورة، فانطلق قدر ورجاله، فقام الثوار بمحاصرة المدينة قبل مهاجمة العثمانيين لها في 22 من تشرين الثاني عام 1910، وقتلوا عددا من العثمانيين الذين تحصن بعضهم في قلعة الكرك، لكن الثوار لم يتوقفوا عن مهاجمتهم. تمددت الثورة إلى ذيبان والطفيلة ومعان، ووصلت أخبارها إلى دمشق والباب العالي، فأرسل الفاروقي قوة عسكرية كبيرة لإخضاعها، ودخلت قواته المدينة في مستهل كانون الثاني. لم يتمكن الثوار من مجابهتها، فانزووا في الجبال والأودية، ودخل الجيش المدينة ليعيث فيها تخريبا وقتلا. قبض على زعماء العشائر والثوار وحكموا، أعدم بعضهم في دمشق في حين أعدم بقيتهم في ساحة المسجد الحميدي في الكرك أمام الأهالي، وألقي عدد منهم من فوق سور القلعة كما صدرت أحكام غيابية بحق مئات منهم، وفي مقدمتهم قائد الثورة قدر المجالي الذي اختفى إلى أن عفي عنه في العام التالي. لقد كانت الثورة منظمة لما رافقها من حسن تنظيم وتنسيق وانتشار ومواجهة للسلطة بكل تحدي وإصرار. ألحقت الثورة حقيقة خرابا كبيرا في الكرك، تركز في دوائر الحكومة العثمانية التي دمرت سجلاتها ودفاترها ووثائقها التي احترقت، وفقدت بذلك مصادرا رئيسية عن تاريخ اللواء. أما الدمار الأكبر فقد ألحقه العثمانيون بتدمير وتخريب الدور والمرافق العامة في الكرك.
في القاهرة نشرت جريدة المؤيد رسالة لتوفيق المجال وجهها إلى الصدر الأعظم حسين حلمي، قال فيها إن الاتحاديين يريدون دمار المنطقة وتهديم أركانها بسفك دماء أبنائها لسر لم نعلمه، إلا إذا كان الأمر يتطلب أن يصب على القطر السوري دشا باردا، على حد تعبير جريدة طنين التي تبشر بمبادئ جمعية الاتحاد والترقي في اسطنبول وتدافع عن سيئاتها. فالتهب الحريق في أطراف البلاد وتهدمت أركانها وأزهقت دماء كثيرين من الأبرياء، ما جعلنا ندعو بالرحمة للفراعنة ونيرون والحجاج وجنكيز وهولاكو على قلة ما ارتكبوه أمام فظاعات العثمانيين، مختتما رسالته بالتماس لحلمي يدعوه لوضع حدا لما جرى في الكرك من مآس دامية. وصف الباحث اللبناني منير الريس في منشوره الذي حمل عنوان الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي ثورة الكرك بأنها من الثورات العربية المجيدة في فجر النهضة العربية التي قامت بها القبائل العربية، لما حظيت به من حسن التنظيم والتدبير والتخطيط، كما اعتبرها الريس بأنها تحد واضح للسلطة العثمانية آنذاك. كانت الهجمة البريطانية الصهيونية على المنطقة شرسة، ففلسطين التي منحت لليهود بموجب وعد بلفور وأحلام الثورة العربية الكبرى التي مزقتها اتفاقية سايكس بيكو ألقت بظلالها على روح الوطنيين الأردنيين والعرب. وكان الشعور بسطوة الانتداب البريطاني على الدولة الأردنية المكبلة باتفاقيات استعمارية قد شكلت في وعيه رغبة طاردة للهيمنة الانتدابية التي يرفضها عقله وقلبه. في عام 1943 كان الملازم أول حابس المجالي ضابطا مشهورا بإقدامه وشجاعته. حين سئل كيف يكون الإنسان شجاعا أجاب إن الشجاعة شرف، الفرق بين الموت والحياة لا شيء، تنتقل بأقل من سرعة البرق من الحياة إلى الموت، فلماذا تخاف الموت؟ والشجاعة ألا تخاف الموت شرف، المهم هو الشهادة في سبيل الله. عندما احتفلت المملكة باستقلالها في 25 أيار 1946 حضر وزير الدفاع للمملكة العراقية الفريق إسماعيل نامق الحفل، وكان قائد الاستعراض يومها حابس. صرح نامق بعد الحفل لمجلة الرائد الصادرة في عمان قائلاً إن قائد الاستعراض نموذج للضابط المجاهد المخلص لواجبه، ألم ترى حين مرت سيارته الصغيرة المكشوفة قد انتصب واقفا فيها ومر أمامنا وكأنه السهم المغروس تتقمص فيه الجندية بكل معانيها؟ لا شك أن هذا الضابط يتمتع بكفاءة نفسية قبل كل شيء، ويتمتع بمنزلة قوية في نفوس جنوده لأنه كان واثقا من نفسه حين بدا لنا في سيارته على النحو الذي رأيت. في اليوم التالي نشرت المجلة صورة لحابس المجالي في الاستعراض، وكتبت تحتها مر أمامنا في الاستعراض وكأنه السهم المغروس. في 17 من كانون الأول عام 1947 تولى حابس المجالي تأسيس كتيبة المشاة الرابعة في الجيش العربي تحت إمرة قائد أركان الجيش العربي الأردني الضابط البريطاني كلوب باشا. انسحبت قوات الانتداب البريطاني من فلسطين يوم 14 من أيار عام 1948 لتعلن في اليوم التالي دولة إسرائيل التي بدأت سيطرتها على مناطق غربي القدس، وحاولت جاهدة السيطرة على أحياء في القدس الشرقية القديمة والجبال المشرفة عليها. قرر الأردن المشاركة في مجابهة إسرائيل، فاعترض كلوب باشا على هذه المشاركة، لكن الملك عبد الله الأول لم يقبل بأي ضغوطات وقرر خوض الحرب مهما كلف الثمن. فتعمد البريطانيون الذين يسلحون الجيش الأردني تركه خلال جولة الحرب الأولى بلا دعم، فأعلن الملك حينها بأن جنوده سيتحركون في 15 من أيار. دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين بتجهيزات عسكرية متواضعة وعدد جنود قلة لتواجه تجهيزات إسرائيلية عسكرية كبيرة في العدة والعتاد والتدريب.
فكان عدد الجيش الأردني العربي الأردني والتي شاركت في هذه الحرب 10,000 ضابط وجندي ينضوون تحت 3 ألوية وعدة كتائب من الدبابات وعناصر المدفعية، بينها كانت الكتيبة الرابعة والتي تتبع إلى اللواء الثالث. جابهة الكتيبة الرابعة التي يقودها المقدم حابس المجالي ومساعده محمود الروسان القوة العسكرية الإسرائيلية، وقد حدت هذه الكتيبة من أي تقدم لهم، وزحف بجنودها الذين يقدر عددهم ب 1200 مقاتل للتمركز في منطقتي باب الواد واللطرون. وكانت مهمة هذه الكتيبة هو قطع طريق الإمداد من الساحل الفلسطيني عن القوات الإسرائيلية في القدس. اشتدت حرارة الحرب وكان حابس يرفض الخضوع لأوامر الضباط البريطانيين في الجيش. يقول طبيب الكتيبة الرابعة دكتور يعقوب أبو غوش: بدأ جنود العدو زحفهم تحت ستار الظلام حتى وصلوا في الساعات 11 إلى المواقع الأمامية في جبهة السرية الثالثة وفي جبهة السرية المساندة، وكان من حرص قيادة العدو على توفير كل الفرص لنجاح الهجوم أنها أرسلت وحدات أخرى من الجنود لمهاجمة المواقع الأخرى للكتيبة الرابعة. تقدمت وحدة للعدو إلى أحراش دير اللطرون وأخذت تتغلغل فيها، ومن هناك تسلط نيران أسلحتها، وكانت تقترب من قيادة الكتيبة الرابعة بقيادة حابس المجالي بالقرب من مقام معاذ بن جبل من الناحية الشمالية الغربية لقيادة الكتيبة. وحاول جنود العدو السيطرة على التلال والمرتفعات القريبة من قيادة الكتيبة. يصف حابس المجالي اللحظات الأولى من اندلاع حرب 1948 بقوله بأن الأماكن والنقاط التي سيطرت عليها القوات اليهودية ذات أهمية بالغة، وإذا ما استطاعت القوات اليهودية من السيطرة على التلة وعلى مقام معاذ بن جبل فإن الكتيبة الرابعة التي كان يقودها حابس المجالي سوف تكون بخطر محدق وعرضة لنيران القوات اليهودية. لكن هذا الخطر الداهم كما صوره أبو غوش يتحول عند حابس إلى مسألة حياة أو موت، إما طرد العدو أو الوصول إلى حافة الهزيمة. حين سأل حابس أبو غوش: هل معك مسدس؟ فأجابه أبو غوش بنعم. فسأله حابس: كم رصاصة فيه؟ فرد أبو غوش: 6 رصاصات. فقال حابس: في مسدسي أيضا 6 رصاصات. صمت المجالي للحظات ثم قال: سنبقى هنا، وإذا وصل جنود العدو إلينا أطلق كل واحد 5 رصاصات عليهم، أما السادسة فنضرب بها أنفسنا. كان هناك مدفع رشاش للعدو على طرف التلة، أخذ يبطئ بإطلاق النار، فأدرك حابس أن عتاده قارب على الانتهاء، فأمر الوكيل فنخور أحمد بالهجوم، فباغت جنود الرشاش بنيران بندقيته وجاء به إلى القائد. بعد هذه الواقعة قدم المجالي الرشاش هدية للملك عبد الله الأول. تورد جريدة الجزيرة الصادرة في عمان حواراً مع حابس حول العراقيل التي وضعتها بريطانيا أمام الجيش العربي في معركة اللطرون، وعلى لسان حابس المجالي: اصطدمت مع القائد الإنجليزي الزعيم نورمان لانش الذي قاد الفرقة التي تتبعها كتيبتي قبل أن نأخذ موقعنا في 15 من أيار في باب الواد، وهو الممر الشهير الذي يربط سهل فلسطين الغربي بجبال القدس. تتفرع عن هذا الممر طرق تمر بالقدس والرملة وبيت جبرين وعرتوف وغزة ورام الله. يقول حابس: كنت أتحكم بالهضاب المطلة على وادي علي وقرى عمواس واللطرون وتل الجزر وأبو شوشة وبيت نوبة ويالو.
أما موقعي فكان على بعد 25 كيلومترا غرب القدس و25 كيلومترا شرق تل أبيب. يكشف أنه في البداية كانت الأوامر إيجابية، كانت كتيبتي الوحيدة التي يقودها ضابط عربي من بين أول أربعة كتائب دخلت إلى فلسطين، وكان التخطيط أن تتقدم لاحتلال باب الواد وقطع الطريق على العدو، وأن يساندني الجيش العراقي من اليمين والجيش المصري من اليسار والجهة الجنوبية أيضا. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، ووقعت المهمة على عاتقي وجنودي لنقوم بها دون إسناد. لكن القصة لم تنتهي هنا، فيقول إن لاش توقع فشلي، فرابطت وتحدثت لجنودي وأطلعتهم على الأمر. عند منتصف 25 من أيار دفع العدو بلواء مشاة وأسند هجومه بقصف مدفعي مكثف، فأصدرت الأوامر وقاتلت وقاتل جنودي ببسالة لم يتوقعها المهاجمون، فأوقعنا مجزرة في صفوف العدو إذ بلغ عدد قتلاهم المئات، وغنمنا 200 بندقية وعددا من رشاشات ألبرت ورشاشات ألفكرز ومدافع الهاون، واستمر القتال 13 ساعة. أما كيف سمح له بمواصلة المعركة فقال: أصدر لي لاش أمرا بالتوقف، فسألت جنودي حول ذلك لكنهم رفضوا، وكنت على ثقة بأنه يصدر أوامره من رأسه أو من كلوب باشا الإنجليزي قائد الجيش الأردني، وأنه لا يعود إلى الملك عبد الله بن الحسين الذي يثق بي وتربطني به علاقة حميمة، وهو ما اكتشفته لاحقا حين قدم لتهنئتي في القدس. وقد جاء أيضا لتهنئتي وكتيبتي الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. وما لبث العدو أن هاجم ليلة 30 من أيار مواقع السرية الثالثة في كتيبتي، وكانت الذخائر قد نفذ معظمها وأوامر لاش تمنعنا. حين وصلنا الاشتباك بشدة، أعلنت قيادة الفرقة عن طريق لاش نفسه في برقية لنا أن كتيبتي قد فقدت وأنها انتهت، فجمعت جنودي وقلت: أبشركم أنني رأيت في الساعتين اللتين غفوت فيهما أننا نذهب كلنا إلى الجنة، وصرخت: هيا عليهم يا نشامة، قاتلوهم بالسلاح الأبيض. تلك لحظات استثنائية في حياة القائد حين يقول: بكى بعض الجنود حبا في المعركة لا خوفا منها، وسألوا عن المدد والذخائر والسلاح، فقلت: لا بأس، قاتلوا بما يتبقى وانتصرنا. وعلمت القيادة في عمان أننا أحياء نرزق، وأن الكنيسة الإسرائيلي يناقش بسالة ما فعلنا، ويحتج على ديفيد بنغوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها متهما إياه بأنه زج أبنائهم في معركة باب الواد فتكبدوا فيها عددا كبيرا من القتلى. تنهد وهو يسرد من ذاكرته تلك اللحظات: كانت ظروفنا صعبة لكننا كنا رجالا، وقد شهد لنا بذلك العدو قبل الصديق. لقد قال لي الملك عبد الله الأول في معركة الأولى حين قصفت بشدة المواقع الإسرائيلية في المستعمرات المجاورة: كان لهجومك الناجح يا حابس الأثر الكبير في التخفيف عن أهل يافا وتأخير سقوطها. في يوميات الحرب التي تسردها الوثائق فتشير بأن اليهود حاولوا عدة مرات التقدم في منطقة الشيخ جراح باتجاه باب الواد بغية الوصول إلى مدينة القدس، بيد أنهم جوبهوا بمقاومة شرسة من قبل الكتيبة الرابعة وجنودها وقائدها حابس المجالي. وفي 17 من أيار 1948 احتل حابس المجالي وجنوده في الكتيبة الرابعة مواقع دفاعية لهم في منطقة اللطرون. وفي 21 و22 من الشهر ذاته تعرضت مواقع الكتيبة لعدة غارات يهودية، بيد أنها باءت بالفشل بسبب بسالة جنود الكتيبة الرابعة. كان حابس يتحرك بين جنوده دون توقف يحضهم على مجابهة زحف العدو قائلاً: المنية ولا الدينية، حتى انسحب العدو مع ساعات الصباح الأولى.
في الرابع والعشرين من أيار عززت الكتيبة الرابعة بالكتيبة الثانية في باب الواد وجبال يالو، ووضعت سرية مدرعات قوة احتياطية للكتيبتين في وقت حشدت فيه القوات الإسرائيلية 6500 جندي، أي ضعف عدد المقاتلين في الكتيبتين 4 مرات. جرت وقائع هذه المعركة في باب الواد بعد تلقي القوات العربية معلومات عن عزم القوات اليهودية التقدم من المناطق المطلة على البحر المتوسط إلى القدس الغربية، إذ أن السكان اليهود كانوا واقعين تحت العصار العربي. هاجم اللواء 7 الإسرائيلي الجيش الأردني ومواقع الكتيبتين. على الجانب الإسرائيلي كان يقود المعركة أرييل شارون الذي أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل بين عامي 2001 و2006. أمر حابس المجال جنوده بالتقدم نحو باب الواد ودير اللطرون لوقف الزحف اليهودي. كان الإسرائيليون يفوقون قوة الكتيبة الرابعة 10 مرات، فوقف حابس بين جنوده وصاح: إخواني النشامة، المنية ولا الدينية. وأمر إمام الكتيبة بأن يؤذن، فارتفع صوت الإمام مؤذنا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اندلع القتال بين الإسرائيليين والكتيبة الرابعة واستمر 15 ساعة، انتهت بانتصار الأردنيين وأسر 6 إسرائيليين. سجل المجالي أسماءهم، وكان من بينهم الملازم أرييل شارون الذي جرح أثناء القتال. وكان هدف الإسرائيليين فتح ثغرة في اللطرون، لكن القوات الأردنية كشفت تقدمهم، فباغتهم الجنود بهجوم كبدهم خسائر لم يتوقعوا حجمها، وأجبروا على التراجع والانكسار مخلفين وراءهم 800 قتيل ومعدات وأسلحة. كان الأسرى الجرحى يتلقون العلاج الأولي في الكتيبة نفسها قبل إرسالهم لقيادات اللواء في الخطوط الخلفية، لذا نقل شارون مع باقي الأسرى إلى معسكر أردني شرقي مدينة المفرق، ومكث هناك لشهور، ثم أطلق سراحه في إطار عمليات متتالية لتبادل الأسرى العرب واليهود، كان آخرها في 19 من كانون الثاني عام 1949. بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في تشرين الأول عام 1994، طلب شارون أن يلتقي بالقائد الذي أسره حابس المجالي، فقال حابس: أسرت الكثير منهم، فكيف يطلب مني أن أتذكره؟ في لقاء معه سئل عن هذه الواقعة، فقال: بعد كل هذا التاريخ لا يمكن أبداً أن ألوث يدي بيد اليهود الذين حاربتهم. وسخر قائلاً من شارون أن شارون هذا مثل الدب الأحمر، أسرته وعالجته والآن يصبح بطلاً في إسرائيل. وكان شارون كتب في مذكراته عن هذه الواقعة مؤكداً لها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بنغوريون في حزيران عام 1949 أمام الكنيست: لقد خسرنا في معركة باب الوادي وحدها أمام الجيش الأردني 2 قتلانا في الحرب كاملة. حين وصلت أنباء انتصار اللطرون وباب الواد إلى الملك عبد الله، أمر قيادة الفرقة بإرسال برقية إلى حابس المجالي، قال فيها: صاحب الجلالة يشكركم على انتصاراتكم الباهرة التي تحرزونها من وقت لآخر، ويرغب جلالته أن تبقوا السيارات المدرعة التي غنمتموها في معركة اللطرون صباح اليوم ليحضر لمشاهدتها. توجه الملك عبد الله الأول إلى القدس، ووصل إلى موقع المعركة في باب الواد في 28 من أيار قبيل صلاة الظهر، فخرج حابس المجالي وجنود الكتيبة للسلام عليه، فأمر الملك أن تسمى الكتيبة الرابعة بدل الرابعة، وكان يضع يده في يد حابس أمام الجنود وهو يخاطبه: اذكر المكان الذي أنت فيه يا حابس ما حييت، لأني أذكر أنك لست أول من حارب فيه، فأنت هنا تسير على خطى عمرو بن العاص وصلاح الدين، ومن سماك حابس لم يخطئ، لأنك حبست العدو وحلت دون تقدمه.
استمر اليهود باستطلاعهم لمواقع الكتيبة الرابعة في منطقة اللطرون، وفي 30 أيار 1948 جهز اليهود 3 ألوية لاجتياح المواقع الدفاعية للكتيبة الرابعة، بيد أن محاولتهم تلك باءت بالفشل، وقتل من اليهود 161 جندي، كما استشهد من الكتيبة الرابعة 4 جنود أردنيين. ثم عاود اليهود الكرة مرة أخرى في شهر حزيران 1948، غير أن محاولتهم تلك باءت بالفشل. كان الجنود الأردنيون يهزجون لحابس في معارك باب الواد أخو خضرة فعل زاد، هذه قوات بلد مذخورة اليوم الشد، عليها قرمن يسد الحابس والدر فيفان. في 11 حزيران 1948 عقدت الهدنة الأولى بين العرب والإسرائيليين بضغط من الأمم المتحدة، لكن إسرائيل لم تلتزم بها، وكعادتها نكثت عهودها وحركت قواتها بعد أن عززتها بالأسلحة، وحصن جنودها مواقعهم كما احتلوا تلالاً استراتيجية وهاجموا مدينتي اللد والرملة في صباح 9 من تموز. ب4 ألوية طوقت المدينتين من الشرق واشتبكت مع سرية الجيش العربي وأوقعت فيها بعض الخسائر. استأنف الإسرائيليون هجومهم صباح 13 من تموز لتطويق اللطرون استكمالاً للعملية التي حملت اسم داني بقيادة الضابط الإسرائيلي ميغال ألون، واحتلوا فيها اللد والرملة. أقام الجيش الأردني خطاً دفاعياً ثم اشتبك مع العدو في سلسلة معارك، أهمها معركة يالو في 15 من تموز ومعركة البرج في اليوم التالي ومعركتا رأس كركر صفا واللطرون بعد يومين. أدى الأردنيون مهامهم بشجاعة وصدوا الإسرائيليين، واستشهد منهم 8 جنود وجرح 5. شن ألون هجوما ب5 ألوية ليلتف على اللطرون من الشمال عبر احتلال قرى بيت نوبة وبيت سيرة، ليقطع الطريق ويعزل اللطرون عن مدينة رام الله ويفتح الطريق بين رام الله ونابلس. في 15 من تموز عام 1948 تقدم الإسرائيليون من اللد عن طريق جمزو واحتلوا بلدتي البرج وبير معين، لكن الجيش الأردني ردهم وأجبرهم على الانسحاب. قاد معارك اللطرون وباب الواد حابس المجالي وعكاش الزبن وأحبطوا عملية داني. علق ضابط بريطاني على معركة البرج: لم أرى أكثر هدوءا وأكثر ثباتا وتصميما على هذا التقدم من خط البداية إلى النهاية من قوات الجيش العربي، برغم النيران الكثيفة وشدتها وعنفها، وكانت أكثر عنفا من تلك التي حدثت في الهجمات الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك ثبت مقاتلو الجيش العربي الأردني وطردوا اليهود من البرج بعد أن قتلوا منهم 87 جنديا وجرحوا 74 وأسروا 170، أما شهداء الجيش العربي فأربعة وخمسة جرحى. يقول الضابط الإسرائيلي حييم هوزوج الذي أصبح الرئيس السادس لإسرائيل في بأنه قرر بيغال ألون القيام بهجوم جبهوي على اللطرون، واحتلت قوات هاريل المرتفعات الواقعة فوق بيت نوبا، بينما شنت قوات إفتاح هجومها من الغرب يساندها اللواء 8 مدرعات، على أنه وبسبب خطأ في الاتصال انسحبت قوات الدعم التي تكبدت خسائرا كبيرة بسبب المدفعية الأردنية المضادة للدبابات. المنصوبة كانت فوق سطح شرطة اللطرون ولم يصمد المشاة أمامها. كانت تلك آخر محاولة إسرائيلية للاستيلاء على اللطرون، وظلت قوات الجيش العربي تسد الطريق الرئيس إلى القدس مدى الأعوام 19 التالية حتى سقطت خلال
حرب الأيام الستة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين فيقول: لكن الجيش الأردني شن هجوما معاكسا وتمكن من صد قوات لواء يفتاح التي تكبدت خسائر فادحة جدا، وأعلن عن 44 جنديا منها كمفقودين. في 29 من حزيران بدأت القوات الإسرائيلية هجوما شاملا ضد الكتيبتين الرابعة والثانية المتمركزتين في طريق باب الواد ومرتفعات اللاترون. تقدمت مشاة 3 ألوية يهودية تحت غطاء القصف المدفعي المكثف على القوات الأردنية، فجوبهت بنيران المدافع، لكنها كانت قد تقدمت واحتلت مواقع قريبة من الكتيبة الرابعة. أصدر حابس المجالي أوامره بالهجوم المعاكس مع أذان فجر اليوم التالي، فاشتبك الجيش العربي مع القوات الإسرائيلية وألحق بها خسائر فادحة زادت على 100 قتيل، منهم قائد أحد الألوية المهاجمة، فيما خسر الجيش العربي 7 شهداء و16 جريحا. في نهاية حرب 1948 حققت الكتيبة الرابعة بقيادة حابس المجالي العديد من الانتصارات. أسفرت تلك الانتصارات عن حماية مدينة القدس من السقوط في براثن الاحتلال اليهودي آنذاك، كما كبدت الكتيبة الرابعة الجانب اليهودي 1300 قتيل، كان ذلك يشكل 1/3 خسائر اليهود البشرية في حرب 48 كاملة. وبالتالي كان لإنجازات الكتيبة الرابعة الأثر الإيجابي في حماية مدينة القدس. في 21 تموز 1948 فرضت الأمم المتحدة هدنة في حرب 48، وبالتالي توقفت الحرب التي عرفت أيضاً في أدبياتنا العربية بالنكبة، كما أسفرت حرب 48 أو كما تسمى بالنكبة عن سقوط 1/3 فلسطين بيد الاحتلال اليهودي. رفض كثير من العسكريين الأردنيين الهدنة واعتبروها خطأ عسكريا فادحا، وكان أبرز الرافضين حابس المجالي الذي قال فيها إنها ألحقت الضرر بالعرب فعلا، لأن اليهود تمكنوا عن طريقها من تزويد مدينة القدس التي كانت على وشك السقوط بالمؤن والسلاح والعتاد، كما تمكنوا من تزويد مستعمرات النقب بالأسلحة والذخائر والمؤن، كما عبر عن رفضه لها شعرا: ما ريدنا هدنا يا كلوب، خلي البواريد رجادة، بيوم قيض بحر الشوب والنار بل جو وقادة. في عام 1985 قال النائب الإسرائيلي عوزي لانداو في الكنيست أن عدد القتلى الإسرائيليين في اللاترون تجاوز 2000 قتيل، وبعد انتقادات شديدة خفض العدد إلى 1000 قتيل. بعد 3 أعوام تقريباً، أي في تموز 1951، وصل الملك عبد الله الأول محاطاً بحرسه وعلى رأسهم القائم مقام حبس المجالي إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. سار في ساحة الحرم الشريف الذي كان يكتظ بالمصلي، وفتح المصلون له الطريق ليمر من بينهم، لكنه توقف أكثر من مرة ليتحدث مع بعضهم. كانت الأوامر تنص على تجديد الحراسة على الملك. حاول حابس ورجاله أن يحولوا بين الناس والمتزاحمين حول الملك الذي التفت إلى حابس قائلاً: لا تحبسني يا حابس، من سماك حابس ما غلط. وصل الملك عبد الله الأول إلى باب المسجد، وقد رفض بشدة أن يرافقه الحرس إلى الداخل. وبعد بضع خطوات، في الوقت الذي كان فيه شيخ المسجد يتقدم ليحيي الملك، خرج من خلف الباب الكبير للمسجد شخص يحمل مسدساً أطلق منه الرصاص على الملك، لتتدرج أرض المسجد الأقصى بدماء الشهيد مؤسس المملكة. استمر القاتل بإطلاق الرصاص في كل الاتجاهات،
لكن الحرس أطلقوا النار عليه وقتلوه، وبقي المسدس الذي استخدم في عملية اغتيال الملك الشهيد لدى حابس المجالي، ثم وضع في متحف صرح الشهيد. أصبح أمير اللواء حابس المجالي رئيساً لأركان الجيش العربي الأردني في عهد الملك حسين عام 1957، وكان ذلك بعد عام من تعريب الحسين الجيش العربي الأردني. اتسمت مواقف حابس بصفائها ونبلها والحس القومي، فمع اندلاع الثورة الجزائرية وحتى استقلال الجزائر بين عامي 1954 و1962، أطلق حملات تبرعاً لهذه الثورة في صفوف الجيش، وأسهم بتدريب ضباط وطلاب جزائريين في الكليات والمعاهد العسكرية الأردنية، ولم يستثني نفسه من التبرع براتبه في عدد من الحملات لدعم الجزائريين في نيلهم حريتهم. مع اندلاع الحرب الإسرائيلية العربية الثانية في الخامس من حزيران عام 1967، تمكن الإسرائيليون من تدمير سلاح الجو المصري خلال ساعات، لكن المصريين قالوا إنهم دمروا 75% من سلاح الجو الإسرائيلي، وأن قواتهم تشن هجوماً معاكساً وتطالب القيادة العربية المشتركة بالتعرض للقوات الإسرائيلية من الجبهة الأردنية. أمام هذه المعلومات بدأ الأردنيون هجومهم على الجيش الإسرائيلي، لكن القيادة الأردنية علمت في السادس من حزيران بحقيقة الكارثة على الجبهة المصرية. سقطت الضفة الغربية في تلك الحرب برغم ما قدمه الأردنيون من تضحيات في معركة غير متكافئة، لكن هذه الهزيمة حدت بهم لإعادة تنظيم جيشهم للتغلب على ما خلفته تلك الحرب من مصاعب، فانتصرت في معركة الكرامة عام 1968. تقاعد حابس المجالي في تشرين الثاني عام 1967، وفي عام 1970 أعيد تعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة ليسهم في حرب تشرين عام 1973 بإرسال اللواء الأربعين، أحد أفضل الألوية العسكرية في المنطقة، للمشاركة في الدفاع عن دمشق والأراضي السورية ضد الاعتداءات الإسرائيلية، وليقدم الأردنيون 27 شهيداً على أرض الجولان. بقي حابس المجالي في موقعه قائداً عاماً للقوات المسلحة حتى عام 1976، ثم أحيل على التقاعد وتم تعيينه وزيراً للبلاط الملكي، وفي عام 1984 عين عضواً في مجلس الأعيان، وبقي في دورات المجلس المتعاقبة حتى عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. كان حابس قريباً من جنوده، يعرفهم بالاسم ويصغي لهمومهم، وحين كانت تأتيه معاملات عقوبات حسم الراتب عن الضباط أو الجنود يرفضها ويشتد غضباً ويردد: هذا الراتب من حق زوجتي وأبناء الجندي. بتوجيهات من الملك الحسين أسهم بإقامة مدارس القوات المسلحة في المناطق النائية والمراكز الصحية ومستشفيات الجيش، ونقل مخصصات مساعدة بريطانية للجيش من أجل بناء الجامعة الأردنية بعد أن زار وفد بريطاني الأردن عام 1961، ودفع بآليات القوات المسلحة وأسلحته لبدء عملية بناء أول جامعة أردنية. شعاره ناموس وفلوس لا يلتقيان، إما فلوس وإما ناموس، ويقول الناموس والفلوس لا يجتمعان معا في رجل دولة. ذهب في زيارة رسمية للكويت في عهد الأمير جابر، فأهداه الأمير مصوغة ذهبية ومبلغا من المال وسيفا، فشكره حابس المجالي وقال: أما المصوغة الذهبية فأعيدها لسموكم، لأن الذهب لا يهدى إلا للعبيد، وأما المال فلا يعطى إلا للفقراء، وأنا غني والغنى لله، أما السيف فهو هدية من فارس إلى فارس. إلى جانب نظافة قلبه ونبله، كشف عن نظافة يده، فيوم ترك قيادة القوات المسلحة دعا مدير الدائرة المالية في الجيش لفتح قصة في مكتبه، وطلب منه أخذ ما بداخلها من مال تجاوز 150,000 دينار، لكن المدير قال له: هذا من مخصصاتك،
يحق لك التصرف بها كيفما تشاء. فرفض حابس وطلب منه أن يودعها في خزينة الجيش. حين استحقت عليه ديونا للحكومة باع داره في الزرقاء لتسديدها. يقول الصحفي طارق مصاروة: لما عرفت الباشا حابس عن قرب حاولت إقناعه بكتابة تذكارات لكن دون فائدة، فالرجل كما يقول ما فعلنا للأردن يبقى من أجل الأردن وليس لنا. وحين وقعت اتفاقية وادي عربة رفض الباشا أن تلامس يده أي يد غير أردنية وغير عربية. يروي الصحفي ناصر الدين النشاشيبي أنه طلب من حابس أن يكتب مذكراته للنشر، فكان يجيبني مازحا بأن رجلا كحابس لا يكتب عن نفسه وإنما يترك الكتابة للآخرين ليكتبوا عنه. أضحى حابس بطلا شعبيا، صورته التي جسدت الشخصية الأردنية دخلت في نسيج الوعي الشعبي لتنسج في أقوال وحكايات وأغاني رددها الأردنيون. على العرق اليابس علق جاكيتو، على العرق اليابس، جيشك يا حابس، يا رب تنصر جيشك يا حابس. قال الشعر الشعبي وبالشراكة مع رئيس الوزراء وصف التل كتب أغنيات وطنية مشهورة ذات أثر في صياغة الوجدان الوطني للأردنيين، أنتجتها الإذاعة الأردنية في ستينيات القرن العشرين، فصار جزءا من الذاكرة الوطنية للأردنيين، ومن بينها أغنية كتبها وصفي وحابس وأتمها الأديب حسن فريز وغنتها المطربة سلوى. تخسى يا كوبان منت والفلي، والفي شار الموت لابس عسكري، يزهى بثوب العز واقف معتلي، بعيون صقر للقنص متحضري، نشمي مجيد الباس سيفه فيصلي، مقداما باع الروح لله المشتري. ترفع حابس خلال مسيرته العسكرية التي استمرت أكثر من 40 عاماً من مرشح إلى رتبة مشير عام 1965، وهي أول رتبة تمنح لضابط أردني منذ تأسيس الإمارة، كما نال عشرات الأوسمة الأردنية والعالمية والعربية. في 22 من نيسان عام 2001 رحل عن عالمنا الفارس الكركي حابس المجالي بعد 91 عاماً، وهو يوصي من حوله بالحفاظ على الأردن ليوارى جثمانه الثرى في بلدته الربة بالكرك بعد جنازة عسكرية مهيبة. أنا أتكلم باسم الكرك وأتكلم باسم الجميع وباسم الأردن، الأردن الحبيب اللي أدينا كل واجبنا في خدمته من آباء ومن أجداد.